السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة خسكوبنا، في قناتها صحتي في جمالي وجمالي في صحتي. مرحبا بنا جداد، مرحبا بنا القدام، مرحبا بالجميع. كنرحب جميع الاخوات والاخوه اللي يلا انضموا للقناه ديالي، وكنقول لهم شكرا لكم بزاف على الدعم ديالكم، على التشجيع ديالكم، على اي حاجه جبنا عندكم. الا كنت انت ولا انت اول مره كتفرجوا في الفيديو ديالي ولا اول مره كتشوفوا القناه ديالي، ما تنساش دي سبسكرايب ودق الجرس باش يوصلك الجديد ان شاء الله يا ربي يا اخت قلوبنا. شكرا 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 شكرا. اول حاجه، هذا الفيديو هذا اللي بزاف الاخوات طالبينه مني وبزاف الاخوان طالبينه مني، الولاد وبنات، وبزاف الناس اللي ما طالبينش مني ولكن عندهم مشكل ديال هذا الفيديو اللي نهضروا عليه ان شاء الله يا ربي. كما كتشوف في العنوان، قولي وداعا لتساقط الشعر، لقشره الشعر، لحكه الشعر، الفروات ديال الشعر ديالنا. فريمون شي حاجه اكسترا، واحد لو باك اللي فريمون انا سميتو الكود كور ديال لو شامبوان اللي دوزتهم، اللي هي غام كبيره وزوينه، ولكن ديجا انا جربت فيها لو ماسك ولو شامبوان فريمون غزاله جينيرابيو، فريمون شي حاجه اكسترا اوردينير. جينيرابيو فريمون راه بيو، كتعطي واحد شنو نقول لكم، فريمون كنت انا اسعد وحده مع هاد لاكام جينيرابيو، هاد لو باك جينيرابيو، لو ماسك ديالو، لو شامبوان ديالو، لو ماسك ديالو. فريمون لو ماسك شحال، لو شامبوان شحال فيه، 400 ml كبير، و لو شامبوان لو ماسك فيه 300 ml. فريمون هاد لا ماركه دي جينيرابيو ميد ان ايطالي، فريمون ان ايطالي، فريمون شي حاجه اكسترا، شي حاجه غزاله. انا نقول لكم شنو فوق جربتها وشنو درت لها. مهم تجربتي معها، مع تجربتي مع جيني غابيو. المهم انا ديجا كنجربت لو ماسك الاول اللي هو هذا، هو هذا لو ماسك الثاني، ها انتم هذا باقي عامر، يلا بديتو ما بديتوش، انا صراحه حداتو ماما باقي كنكمل الاخر وباقي مسدود. وهذا هو خوا، زعما خاصني نلس الجنيبات الاطراف ديالو ما نخليهش اختي فيه. فريمون كانت واحد التجربه غزاله مع الجينيور خوا، باقي لي داكشي اللي دخلاني خصو يتجمع ما نخليوهش. فريمون شي حاجه اكسترا، شي حاجه اكسترا، لا الريحه ديالها لا هي، فريمون غزاله. المكونات ديالها شنو فيها، هاد جيني غابيو مصوبه من الاعشاب، اللي واحد ثلاثه د العشبات فيها غزالين. شنو كيعطيونا الشعر؟ اول حاجه فيها لاماميليس اللي هي بندق الساحره معروفه في ايطاليا بزاف، وفيها الشوفان اللي معروف عندنا متعدد الاستعمالات، وفيها المكاداميا اللي تاهي معروفه عندنا ليش كتصلح شنو كدير شنو. دونك شنو المكونات اللي فيهم وشنو كيديروا لنا للراس ديالنا ولا الشعر ديالنا؟ فريمون انا اكستر اكسبري غسلت شعري ديمونش الحد، شعري كان على شعري الحد واثنين وثلاث والاربع والخميس. يوم الخميس ما عرفتش شنو يتحطوا شي حاجه، المهم 5 جوغ يوم الخميس بدات لا فيديو ولكن ما تبقاش تحط. اليوم 5 جوغ اللي فريمون مشات لي الحكه، مشات لي تساقط، مشات لي واحد التساقط باقي خفيف مهم، ولكن كنهضر على الحكه، الحكه اللي كتكون ديال القشره فريمون ما بقى حتى شي حاجه. فريمون انا قلت لكم اكسبري خليتها باش نشوف واش تجيني الحكه واش ما تجينيش، واش لان لو ماسك ولو شامبو لو باك اللي خديت على ود هذا المشكل ديال التساقط وهذا المشكل ديال الحكه والمشكل ديال المهان. فريمون لقيتو 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 اخيرا، انا اسعد وحده صراحه لقيت لو باك اللي نخدم به شعري، واللي نكونسي للناس، واللي نشاركو مع المتتبعات ديالي، مع الناس، مع الحباب، لاي واحد اللي عنده مشكل ديال التساقط، المشكل ديال القشره، المشكل ديال الحكه، عليك بجيني غابيو. فريمون البنات الثمن ديالها ريزونابل، وهذا يصلح البنات والدراري ماشي غير البنات. فريمون ميكس فريمون انا فرحانه، شتي كتكوني فرحانه بشي حاجه كتمشي لك كلش، بحال اللي ما عمري حضرت قدام الكاميرا. فريمون فرحانه بهذا الباك هذا، عطاني واحد النتيجه جد رائعه ومذهل. نهضروا على المكونات كما قلت لكم، فيها الماكاداميا، فيها بندق الساحره، فيها الشوفان. اول حاجه شنو المكونات، الفوائد ديال بندق الساحره على الراس ديالنا ولا الشعر ديالنا؟ اول حاجه كتعالج لنا القشره، كتحيد لنا القشره، فريمون حيدت لي القشره. وهاد التجربه هادي كانت معايا مع ماما، مع خاي، ومع بعض الاخوات من خارج العائله ديالي. فريمون كانت غزاله
غزاله غزاله غزاله. كنت باغي ندير لا فيديو في الدار، درت صوري كيما صدقتش كيما كنت باغاه، صداع وداكشي. وهذا معكم كانوا ديال ديال، حاولت نعاود لكم في لاباغ، نمشي معكم دقه بدقه. بغيت نقول في الدار حيتاش كنت سولت ماما وتعطينا الراي ديالها، مي ماشي مشكل شي غندير لكم فيديو غير صغير حول الراي ديال ماما مع لو باك جينيرال بيو. كما قلت لكم اول حاجه كتعالجنا القشره ديال الراس، ثاني حاجه كتخلصنا من امتداد المسامات، ثالث حاجه تخفيف تهيج فوات الراس، رابع حاجه تقليل تساقط الشعر. فريمون الا قالوا هادشي فيها راه فيها بندق ساحره، فريمون ساحره غزاله. امشيو فوائد الشوفان، فوائد الشوفان على الشعر فريمون تهوا راه كاينين بزاف، انا كنحطكم غير اللي باينين. اول حاجه حتى هي كتحيد لنا القشره ديال الشعر، كتعطينا لوهان كتعطينا لمعان والحيويه للشعر ديالنا. واحد لمعان اللي فريمون انا من بعد من درتو ما احتاجتش ندير واحد لو سيروم ولا لو بيل للشعر ديالي، فريمون غزاله لمعان، فريمون لمعان وحيويه. ما حكيتش كاع حتى هكا، ما حكيتش هكا، ما حكيتش فريمون زوينه، تجربه رائعه ولا اروع. ثالث حاجه كترطب لنا الفروه ديال الراس ديالنا، فريمون الا الا رطبنا الفروه ديال الراس ديالنا، جلده ديال الراس ديالنا رطبناها، كيكون اوتوماتيكمون كتخفف لنا التهيج والحكه. رابع حاجه تقليل تساقط الشعر، هذا مع الشوفان، الشوفان اصلا عنده عدة مزايا، كيزيد في الوزن الوجه البشره والشعر، فريمون اكسترا. خامس حاجه كتغدي لنا الزغبه ديال الشعر ديالنا، هذا الشوفان. سادس حاجه كيقوي لنا وتكثيف الزغبه والشعر ديالنا، ما تيبقاش مسكين فاتيكي ولي مهرس، ما عندوش واحد الحيويه. الزغبه راه عندنا واحد الحيويه، كتلقايها لمعان وكتلقايها كتجمعها كتبان لك واحد بغيون، مي كتكون مسكينه مريضه الجلده وتساقط القشره كتكون بحال اللي دابله، بحال واحد الورده دابله. انا كنشبه الزغبه ديالنا الشعر بحال الورده اللي كتكون دابله فريمون. هاد دوزنا بندق ساحره، دوزنا الشوفان، بقات لنا الماكاداميا. الماكاداميا اول حاجه اللي كدير لنا تقليل من تجفيف الشعر، كتقلل لنا من جفاف الشعر، ما كتبقاش جاف نشاحف، كيبقى الشاحف واحد المعنى حتى هو. ثاني حاجه كيكسب لنا، كتعطي واحد الكسبه، كتكسب الشعر لمعان وكتقويه حتى هو، لان الماكاداميا حتى هي عشبه زوينه بزاف. ثالث حاجه وهذه اللي عجبتني في الماكاداميا، كتغلف لنا النهايه ديال الشعر المتقصف، لان الشعر حنا ديال زوين ياكو كيجي لتحت من هنا لتحت، كيكون عندنا مهرس مقصف والزغبه مقسومه على جوج بحال كنقول حنا والده، فريمون كتغلفها غزاله. رابع حاجه تخفيف كتخفف لنا الندوه ديال الشعر والليونات، كتعطي واحد الليونه، كتعطي واحد كتخففها. خامس حاجه واخيرا على الماكاداميا، مضاد للالتهاب الفروه ديال الراس ديالنا، فريمون الماكاداميا هي زوينه للوجه ديالنا ولكن زوينه للشعر ديالنا، كتعطي واحد المضاد للالتهاب اللي كتبنا الجلده مريضه ملتهبه، دونك كتكون عندنا قشره فيها كتحكى لنا هاد الماكاداميا مضاد للالتهاب ديال الفروه ديال الراس. هادو المكونات والفوائد، الفوائد كلها عشبه على حده، وشنو كيصلح لنا الشعر ديالنا، شنو ما كيصلحش لنا، شنو كدير لنا الشعر ديالنا. فريمون هادو الفوائد ديال البندق ساحره، فوائد ديال الشوفان، فوائد ديال الماكاداميا على الشعر وعلى الفروه ديال الشعر ديالنا وعلى الزغبه ديال الشعر ديالنا. غنمشيو البنات كيفاش نخدمو هاد لو ماسك ديال جينيرابيو ولو شامبو جينيرابيو ولو ماسك جينيرابيو. اول حاجه البنات ملي ندخلو للدوش، انا ننصحكم ما نستعملوش النشطه بزاف، فريمون يديروها وردوا عليا الخبر، حاولوا ما ديروش النشطه بزاف. انا صراحه مؤخرا ما درتهاش كاع، قبل كنت درتها لان
كتدي القشه داكشي ما يمكنش تحيد بلا مشطه. ملي كتبقاي ديري لو باك كتمشي القشه كنحاولوا نبقى نديرو اما مش تكون لينه رطبه اما ما تكونش مشطه. وجربها وردوا لي الخبر فريمون. بزاف ديال الاخوات اللي كيكونوا كنقول لك منهم انايا ماشي مشكل نخدموا حنا كنعرفوا نغسلوا شعرنا وراه ساهل، ولكن لا كندير واحد الخطا اللي خايب وبزاف الناس كيديروه شاسع بالاحرى نقولوا بزاف الناس كيغسلوا هكا. اول حاجه ما نقطوش الشامبوان ونديروه على جوانا هكا، ما نقطوش الشامبوان نديروه في واحد الطاسه ونديروا ليه الماء، نقطو الشامبوان نديروه هكا. انا نوريكم كيفاش بيض هو فريمون هكا، جاي بحال لو جيل ديال لو جيل، كنقبطوه وكنديرو هكا على اطراف ديال اليدين ديالنا، وكنبداوش من هنا، كنبداو من هنا، كنبداو من التحت واحد كنجيو للفوق، كنديرو كوم ماساج للشعر ديالنا كنغسلو. ملي كنكونو كنغسلو حبه دواء لو الا ما كنشدوش الرشاشه ناخذو الطاسه نبقاو نخوي بهكا بحال اللي كنديرو واحد الماساج للشعر ديالنا. حاولوا ديروا الا كانتكم رشاشه ديروا الرشاشه كوم ماساج للشعر ديالكم ونديروه ماسي ونماسي ونماسي باش كندخلو الشامبوان الشعر وكنحيدو هكا. اشوف هنايا هكا هكا كوم ماساج الشعر ديالنا. من بعد البنات كنغسلو دو فوا دو كوش بلو شامبوان دو كوش وريحتها غزال دو كوش بلو شامبوان ديالنا. من بعد كنديرو لو ماسك اللي هو هكا كنديرلكم بيض شي هكا بيض كيبان لكم شو شوف لكم هكا نهزو اه يبان جاي بحال الكريمي جاي كريم هو اصلا كاتبين عليه ماسك بيديكير كريم جاي كريم بحال هكا. عاوتاني شنو كنديرو البنات كنديرو ها وكنجيو من التحت وكنبداو وكنطلعو وكنحاولو نماسيو تو بالشعر ديالنا نخليوه واحد دي مينيت حتى ل 15 مينيت 5 مينيت على حسب انت شحال بغيتي حسب شحال انت قديتي. نمشيو نحكو ولا نغسلو ولا شي حاجه. من بعد ملي نكونو كنغسلو نبغيو نشلو لو ماسك ديالنا ما نديروش الماء سخون، حاولوا ديروا الماء بارد ما يكونش بارد يكون قل من من دافي. نغسلو بيه الشعر ديالنا ونديروا الفوطه ديالنا ونخرجوا. ما ديري زيت ما ديري سيرو ما ديري حتى شي حاجه، كوني اكيده كوني اكيده كوني اكيده واحد النتيجه تكون عندك مذهله 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 مذهله. فريمون كنقسم فمي بالله البنات ما تنكذب عليكم، الا واحد التجربه كانت مع لا غام جيني غابيو لو ماسك ولا الشامبوان غزاله 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 بزاف. جينا الله فان ديال لا فيديو، كنتمنى من الله ينال اعجابكم كما قلت لكم البنات. جينا الله فان ديال لا فيديو كنتمنى من الله ينال اعجابكم ويعطيكم واحد النتيجه كما طالي انايا. كنقسم فمي بالله قسما بالله البنات اللي جد جد رائعه هاد الباك هذا ديال جيني غابيو عطيكم واحد النتيجه جد رائعه. جربوه وما تندموش. الى فيديو مقبل ان شاء الله ما تزابيش مع جيني غابيو. تنحبكم بزاف.